كان بشير علي أحمد السريحي شاباً في مقتبل العمر، يخرج كل صباح كبقية الناس يكد ويكدح لإعالة أسرته المكونة من 5 فتيات، لكنه أثناء عمله يفاجأ بسقوط إحدى الأشياء الثقيلة الحادة على رأسه، ما تسبب في قطع ملوث في الجمجمة مع انخلاع فروة الرأس. كنت أشتغل في بيارة وبعدين سقطن فوق البرك، وذا الحين عندما أمشي أدوق ما أستر، طلبوا مني عملية ما أسترتها، ولا معي أي مدخل ولا معي شيء. طيب تقدر تشتغل الآن؟ ما ولا حاجة. ليش؟ من وجع رأسي. إيش اللي يحصل لك؟ تو خاف قد الوعي. آخر بيارة صار يضرب الله بينانك، لا أربع بالكلمة وقعلت هالشوشون بالجمجمة. دحين ما يقدر يشتغل، علينا إيجار سنة و500 ألف الذي دين علينا على فوق للناس. الناس شغلونا ما نديله ما نفعله ما معنا، والله ما استر رزق، ما بالله رزقنا البيارة تضل ما بالله. معي 5 بنات وولد، الولد عاد وطفل ابن سنة ما يقدر يفعل لنا شيء. كم كان يحصل يعني باليوم؟ حصل 2000 3 4 5، يعني كل واحد الحمد لله بقدر وعي. الآن كيف أموركم؟ احنا أمورنا والله إني صعب، لا معنا بيت لا معنا أرض لا معنا حاجة، معنا الله رزق يومه ويلا. الحين بناتي كل ما أقول أشتي أقدر أخرج أساعد مع زوجي أشتغل ما يحيى ما أقدرش، أنا عندي العمود عندي حصوة في الكلى ما أقدر أفعل أي حاجة، وأنا لا قريت ولا كتبت. أمي يعجز الآن الشاب بشير على إعالة أسرته، فهو في حالات عدة يذهب ليعود مغمياً عليه لساعات طوال بسبب تأثر رأسه، وهو حتى لا يستطيع معرفة السبب وراء ما يصيبه. اشتي عافية تبي لقد بيبخر كل حاجة يصبر، ومعانش لا الضوء في بيتنا ولا حاجة. ايش يحتاج أبوك؟ بيشتي عملية قعبة تهشش في هذا الدماء في الجمجمة، وبعدين ما اشتغل اللي يتوق من راسه، وإحنا نشتي مساعدة تتعالج. وأبي يحتاج عملية مريء وقعلة تهشش في الجمجمة، وعلينا إيجارات كل حاجة وديون، أهم شيء لاقي التعافى أبي. والذي يشتي تواصل بنا على الرقم 77900433 أو على الرقم 77909275، وجزاكم الله خير. يعيش هو وأسرته الآن في دكان صغير لا باب له من سوء ما آلت إليه حالهم، ويتمنون أن يجدوا يد العون والمساعدة لإجراء اللازم لعلاجه ولمساعدة أسرته التي لا تجد قوت يومها في أوقات كثر.